تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وصباحكم ورد، صباحكم جميل في يوم الأحد، أول يوم في الأسبوع. يوم الأحد يحبك كل أحد، ما بنقول الشيء الثاني. فنصبح عليكم بالخير والنور والإشراق، وعساه إن شاء الله يوم جميل وسعيد وتحقق فيه كل أمانيكم ويكون فاتحة خير هذا الأسبوع. نصبح عليكم من برنامجنا الإذاعي، برنامجكم صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي بالشراكة مع مستشفى الزهرة. طبعا تعودتوا علينا أن برنامجكم صحة وسعادة هو نافذتكم المفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل بينكم وبين طموحات الهيئة وتطلعاتها. نستقبل فيها استفساراتكم، اقتراحاتكم، شكاويكم، جميع ما يتعلق في هيئة الصحة بدبي. في الاستوديو محدثتكم اليوم دكتورة ندى الملا وزميلي محمود يوسف. صبحت الله بالخير دكتورة، وشكرا لك على هذا التواصل الدائم معنا في البرنامج، وانت اصبحتي جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج. سعيدين جدا بتواجدك معنا. نذكر بأرقام التواصل 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. أيضا مستمعينا، لحين ما تجهز عندنا فقرة الإعلام الاجتماعي مع الزميلة أسماء الجناحي، منذكركم بس عن رابط التأمين الصحي اللي هو www.ishd.ae اللي هو www.السعاد.ae. هذا الرابط في كل المعلومات الخاصة بمنظومة التأمين والمستهدفين منها في إمارة دبي والباقات التأمينية المتوفرة، وأيضا أي موضوعات ثانية متعلقة بالتأمين بتشوفون إن شاء الله أعزائي المستمعين في هذا الموقع. دكتور، شو عندنا عناوين مهمة أخبارية مهمة؟ طبعا أول خبر الجميع سمع عنه، أن لما دشنت هيئة الصحة في دبي أول روبوت من نوعه في الشرق الأوسط لصرف الدواء من دون تدخل بشري في مستشفى راشد. وأعتقد شفنا حتى في نشرات الأخبار وعلى مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات هذا الروبوت وهو يقوم بصرف الدواء بقدرات هائلة وتقنيات فائقة المستوى لصرف 12 وصفة طبية في أقل من دقيقة واحدة. يعني هذا إنجاز، يعني جميل جدا، إنجاز جميل، ويعني نقلة نوعية في الخدمات الصحية في هيئة الصحة بدبي. وأيضا نحن نتعرف أكثر على هذا الموضوع من خلال إن شاء الله الباقي في برنامجنا الدكتور، من الصديق إن شاء الله الدكتور علي السيد، حدثنا عن هذا الموضوع وأيضا عن تفاصيل أخرى بإدارة الصيدلة. وهم الصيدلة لا يتجزؤون يعني عنكم دكتورة. صحيح، أكيد أكيد. عموما أيضا في عندنا دراسة تقول أن تناول مضادات الحموضة في أثناء الحمل يرتبط مع خطر الربو عند الأطفال، حيث توصل دراسة حديثة إلى أن تناول أدوية معينة لحرقة المعدة في أثناء الحمل قد يزيد من خطر إصابة المولود بالربو لاحقا، حيث قام الباحثون بتحليل نتائج 8 دراسات سابقة اشتملت على أكثر من 1,300,000 طفل. يعني وجدوا بأن الأطفال المولودين لأمهات كن يتناولن أدوية مضادة لحموضة المعدة في أثناء الحمل ارتفع لديهم خطر الإصابة بالربو بمعدل الثلث. ويقول المعد الرئيسي للدراسة الدكتور عزيز الشيخ مدير المركز البريطاني للأبحاث التطبيقية التابع لجامعة إدنبرغ بسكوتلندا، تشير نتائج دراستنا إلى وجود ارتباط بين إصابة الطفل بالربو واستخدام أمه لأحد الأدوية المضادة للحموضة في أثناء الحمل. طبعا حين الأمهات الحوامل بيخافون، يعني يقول لأن معظم الحوامل طبعا يعانون من حموضة محمد خلال الحمل. لا يخافون دكتورة، نحن ما مو موضوع أن يخافون، الموضوع أن
المسألة مو بأنه يخافون، أنه يحرصون. صحيح. يعني خاصة الحامل هي يعني عندها قضية أن المسألة لا يجب أن تكون مهتمة أكثر بصحتها، لأن هي شالة جنين في بطنها. صحيح. وما تأخذ أي دواء من غير وصفة طبية. هالدراسة تدل على هالشيء، أن ما تأخذين أي شيء من غير وصفة الطبيب، وما نأخذ أدوية زيادة عن اللزوم فترة الحمل، نحاول نقلل الأدوية نستهلكها. إنزين يا محمود، من هذا الخبر ننتقل إلى سوشيال ميديا. عن أسماء، أسماء الجناحي، سامعينك أسماء، شخبارك؟ عليكم السلام. هلا، الله بالخير. صبحت الله بالنور في يوم الأحد، بداية الأسبوع. شو رسالتك الإيجابية لنا اليوم يا أسماء؟ رسالتنا اليوم 10 دقائق في بداية عملك لتحديد مهامك اليومية ساعدك على الإنجاز. 1، اكتب مهامك، رتب أولوياتك، ثم تميز في إنجازهم. جميل، وايد. يعني هذه خطة كاملة في أقل من دقيقة أنت أعطيتينا إياها يا أسماء. يعني لو كل موظف يتبع هالخطة اللي أعطيتينا إياها، أعتقد بيكون يومه خلال العمل منظم وبيحقق كل أهدافه. يعني ياخذ 10 دقائق الصبح يقعد بدأ ما يتعمق على طول، يكتبهم بس على ورقة وعشان ما ينسى شيء. صحيح صحيح. إنزين، شو عندنا في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم يا أسماء؟ اليوم حاطين نحن رابط لملحق البيان الصحي، يقدرون تشوفوا آخر تغريدة عنا، حطينا رابط الملحق وفي كل المعلومات والتقارير الطبية العالمية والمحلية يحصلها في هذا التقرير. جميل. وطبعا يوم أحد، وكل أحد يكون عندنا ملحق البيان الصحي محمود اللي يكون فيه الأحد عندنا البيان الصحي باللغة العربية، ويوم الاثنين عندنا بتر هيد يكون مصاحب مع صحيفة جلف نيوز. جميل جميل، عشان يكون في كل الأبديت عن الصحة. نشكرك يا أسماء على رسالتك الإيجابية والأخبار اللي تعطينا كل يوم، ويومك سعيد. إذن أيضا نذكر بحسابات التواصل الاجتماعي معنا في هيئة الصحة، ممكنكم تتواصلون معنا على DHA_Dubai في تويتر، إنستغرام، وشو بعد عندنا فيسبوك دبي هيلث أثورتي أو هيئة الصحة بدبي، ممكن تتواصلوا معنا. حتى السناب شات نحن موجودين فيه على نفس اليوزر نيم DHA_Dubai، و الجماعة يعني يأخذون مقترحاتكم بعين الاعتبار. أسماء يعني ذكرت عن موضوع الرابط الخاص بالبيان الصحي. البيان الصحي يعني هذا الملحق اللي يصدر بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، تصدر صحيفة البيان. نحن ننصحكم أنكم يعني تطلعون على هذا الملحق، لأن فيه الكثير من الأخبار الصحية المتنوعة، في الحوارات الغنية بالمعلومات الطبية، المقالات والدراسات الحديثة، أيضا في هي مهمة في هذا الملحق. دكتورة، بس نأخذ جولة سريعة على أهم الأخبار الواردة في عدد البيان الصحي لهذا اليوم. أكثر من 1,000,000 مراجع لمستشفيات صحة دبي ومراكزها الصحية العام الماضي. قيادة الدولة تحفز الإبداع والابتكار في الرعاية الصحية، وأيضا حديقة الصحة التكنولوجية تستشرف مستقبل الأجهزة الطبية. الحديقة هذه كانت ضمن المنتدى. صح. الإفراط في تناول السكر يسبب السمنة، شيء طبيعي. ممكن في نواحي جديدة، ممكن دراسات جديدة طلعت تأكد الإفراط للسمنة. إنزين، وأيضا من العناوين 100% زيادة في عدد غرف الطوارئ بمستشفى دبي، وهذا من الأخبار الجميلة. جميلة جدا. وأيضا عن الحموضة محمود، الزنجبيل والزبادي يخففون حموضة المعدة للحوامل بعد. حلو، يمكن قلناكم عن الدراسة. إنزين، في شيء عن البدانة بعد دكتورة؟ البدانة تقود إلى فقدان الذاكرة والخرف. هاي دراسة جديدة بعد طالعة بتلقونها في الملحق، والوصفات المنزلية للوقاية من أمراض الكبد. جميل جدا. إذن دكتورة، نحن تحدثنا عن بعض الإنجازات اللي تحققت في عام 2016. إن شاء الله بعد الفاصل من نستضيف معنا الدكتور أحمد بن كلبان، مدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات بهيئة الصحة بدبي، بيحدثنا عن مستشفيات هيئة الصحة بين الإنجاز والتفوق. جميل، نتابع معاكم برنامجنا بعد الفاصل. فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
ورجعنا لكم من بعد هذا الفاصل القصير لمتابعة باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. مثل ما وعدناكم أن بعد الفاصل يكون معانا دكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات. سوف نتحدث معه اليوم عن إنجازات مستشفيات هيئة الصحة في دبي، كما نعرف أن حققت الكثير من الإنجازات خلال العام الماضي وساهمت بشكل فاعل في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتحقيق رضا المتعاملين. احنا ما بنطول عليكم ونبدا على طول مع الدكتور احمد. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا هلا دكتور. يعني اليوم احنا نتحدث عن مستشفيات هيئة الصحة، استطاعت يعني هذه مستشفياتنا بشكل عام اللي هي 4 مستشفيات رئيسية عندنا حتى لطيفة دبي وراشد، استطاعت ان نحقق انجازات كبيره وسمعة عالميه يعني حقيقه في العديد من المجالات. ولكن اذا ما تحدثنا دكتور عن بعض الخدمات والعيادات التخصصيه في المستشفيات، خلينا نتحدث عن التوسعات اللي صارت في هذه العيادات وفي هذه التخصصات، وايضا نظره سريعه على 2016 عام الإنجازات أنا أسميه. الحمد لله رب العالمين، بتوجيهات حكومتنا الرشيدة وتوجيهات معالي حميد القطانمي حققت مستشفيات الهيئة العديد من الإنجازات، ومنها الاعتمادات الدولية مستشفياتنا والاعتمادات الدولية أيضا للمراكز المتخصصة داخل كل مستشفى. ومن ضمنها أيضا عندنا افتتاح الملحق الجديد لمركز الإصابات والحوادث. صحيح. وتشرفنا بزيارة الشيخ حمدان بن راشد في افتتاح التوسعة الجديدة اللي كانت موجودة في مستشفى راشد، أضافت 159 سرير جديد لهذا المركز يكون متكامل جدا على أحدث المعايير العالمية وتحقيق رؤية حكومة دبي في سعي لتحسين الخدمات للمرضى وتقليل أوقات الانتظار. هناك الكثير أيضا في مستشفى راشد، من ضمنها استحداث عدد كبير أيضا من الغرف الموجودة لعمليات اليوم الواحد، وكذلك التوسيع في العمليات لمرضى الحروق، وإضافة عدد كبير أيضا من الخدمات في علاج السموم في الحوادث، وعندنا توسيع في القسطرة القلبية. جميل. وهناك أشياء كثيرة أخرى يعني نذكرها في عجالة، منها عندنا عيادات جديدة في اضطرابات الحركة للأطفال، عيادات جراحات الفتق، ها بيكون هناك سنتر أيضا ل الجراحات الموجودة، من ضمنها علاجات الأمراض العصبية العضلية، العيادات المشتركة ما قبل الجراحة. يبدو أن في عيادات اضطرابات الحركة دكتورة وللأطفال بالتحديد دكتورة، هذه وين سويتوها؟ في مستشفى راشد موجود في قسم الطب النفسي. جميل. وهناك الحمد لله سياسة كبيرة في الصحة النفسية خاصة للأطفال وكبار السن، بس نحن نركز أكثر شيء على الصغار ونحاول نتعرف ونلمس حاجاتهم سواء النفسية أو المرضية، ونحط أيضا مراكز وأطباء أخصائيين معروفين يعني يتعالجون فيها الأطفال. جميل 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 دكتور. إنزين دكتور، ضمن علاقات الشراكة مع القطاع الخاص كان في عدد من المذكرات التعاون اللي أبرمتها الهيئة مع مستشفيات القطاع الخاص، شو الهدف من هالمذكرات؟ ولو تذكرنا كم المستشفيات عدد المستشفيات تم التعاون معها؟ إن شاء الله. أنا بس ما خلصت إجابة السؤال الأول، ركزنا على مستشفى راشد. في عندنا إنجازات كثيرة أيضا في موضوع التوسعة في مستشفى دبي، صار افتتاح مجموعة كبيرة من العيادات التخصصية المشتركة، مثل عيادة عندنا الروماتيزم للأطفال، عندنا ارتفاع دم ضغط الدم للأطفال، عيادات العظام، وصار توسعة كبيرة في قسم الأشعة. جميل. يعني تم إدخال جهاز MRI جديد. جميل. إحلال أيضا MRI آخر بالقديم، وعندنا سيتي سكان الجديد ايضا، وعندنا احدث جهاز لقياس شو نقول احنا الماموغرافي، اوكي، فحص الصدر، اشعه الثدي، وبالاضافه الى اعاده ايضا السيت اب الموجود للعيادات التخصصيه. فالحمد لله حصل نقله كبيره مستشفى دبي في تقليل من المواعيد، الويتنج تايم، خاصة السكان، وهذه فيها مواعيد طويلة عليها دائما يشتكون منها. نعم. وكل مستشفى ما شاء الله قدر يحط أيضا في المستشفيات مركز للسعادة. جميل. يعني شو هذا مركز السعادة؟ موجود الحمد لله، يعني التقارير الطبية، المواعيد، شهادات الميلاد، يخلصها والحمد لله في شراكة بيننا وبين أيضا دائرة الإقامة وشؤون الأجانب. بعد ما نخلص لطيفة وحتى ما نسير على سؤال الدكتور ندى دكتور. إن شاء الله. بس مجرد في عجالة، عندنا في مستشفى لطيفة تم استحداث عيادة السمنة للأطفال.
هذه يعني موضوع جميل ومهم جدا. نعم، وايضا في ايضا هدف استراتيجي للهيئه هو موضوع السمنه وتقليل السمنه. هدف استراتيجي اعتقد دكتور هذه ضمن الخطه الوطنيه لدوله الامارات العربيه المتحده لمكافحه السمنه عند الاطفال. هنالك العديد من البرامج اللي تشرف عليها حقيقه وزاره الصحه بشكل كبير، وايضا مجلس الوزراء كان هناك مبادرات في مكافحه السمنه عند الاطفال. صحيح، الحمد لله. وفي عندنا ايضا تم تركيب جهاز جديد للالترا ساوند، ديجيتال الترا ساوند، موجود في مستشفى لطيفه، قلل وقت الانتظار وزياده الفعاليه، تم تخفيض فترات الانتظار اكثر من 41%. جميل، وايد ممتاز، وحقق رضا متكامل. عندنا في مستشفى حدا مجموعه من الانجازات ايضا بالنسبه لغرف العمليات، تم اضافه غرف عمليات، غرف عملية للقيصرية أيضا، وفي غرف أيضا للعناية المركزة، ولا ننسى أيضا التوسعات الكبيرة اللي صارت في مستشفى دبي وراشد بالنسبة للأقسام العناية المركزة للخدج. جميل، حققت نقلة كبيرة الحمد لله في التوسعة، أكثر من نقدر نقول إلى 80 إلى 90% نقلة في أعداد الأسرة للخدج. جميل. الدكتورة ندى ذكرت مسألة مهمة دكتور، إن العلاقة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، الاتفاقيات اللي أبرمتوها، فلو ممكن تعطينا الهدف من هالمذكرات وشو المستشفيات اللي أبرمتوها؟ توجه الهيئة الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجالات كثيرة. 30-70. نعم، نعم، نسميه خطة 30-70. نعم، نشترك معاهم في تبادل الخبرات، تبادل مجالات التدريب والأبحاث، وأيضا نقل وتحويل المرضى خاصة في التخصصات التي تشهد زحمة في مستشفياتنا، في الحوادث، بعض الجراحات، بعض الأقسام الأخرى، فنوع من الشراكة. ونحن ما نختار أي مستشفى، لازم مستشفى يكون معتمد دولي، عنده معدلات قياس الأداء أيضا مرتفعة، وسمعتهم مشهورة عالميا يعني. جميل جميل، فالحمد لله حتى المرضى اللي يحولون انتم نحن نتابعهم ونشوف كيف تطور صحتهم والخطة العلاجية. أيضا في مرضى من القطاع الخاص يتحولون إلى مستشفياتنا كذلك. نعم نعم، وهذه يعني فيها عليها ملاحظات شوية من بين الناس، أنه صايرة الثقة أكثر في المستشفيات الحكومية من القطاع الخاص. نعم الحمد لله مستشفياتنا يعني ما تستقبل إلا الحالات، شو نقول نحن، الكومبليكيتد، المعقدة والكبيرة اللي تعجز عنها القطاع الخاص، فيستقبلها يعني مستشفياتنا، وعندنا مراكز متخصصة واستشاريين، وحتى عندنا أطباء زائرين يساعدونا في هذه الأمور، والحمد لله هناك يعني نقلة كبيرة في تقديم الخدمة الطبية. ما شاء الله عليك دكتور، يعني غطيت لنا معظم المحاور الخاصة باللقاء على عجالة، ولكن دكتور ندى نتكلم عن بعض المراكز التخصصية التابعة لقاع المستشفيات، أيضا كان لها إنجازات كبيرة. عندنا مركز دبي للسكري، هذا من المراكز الرائدة عالمية صراحة، يعني من ناحية الخدمات ومن ناحية السيرفس اللي تقدم، فهذا أيضا تحية نوجهها لكل العاملين في مركز دبي للسكري. أيضا الإخصاب، العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل كذلك، فنتكلم عنه مركز دكتور إن شاء الله في عجالة إن شاء الله. بالنسبة لمركز دبي للسكري، الأشياء الجديدة الحمد لله صار زيادة في عدد المراجعين، وهؤلاء المراجعين يعني يتبعون أحسن بروتوكولات موجودة في علاج السكر، ونحن نتابع معهم أيضا المعدلات ومؤشرات الأداء العالمية سواء الطبية والإدارية، ودائما الحمد لله في سبق عالمي بالنسبة لمؤشرات الأداء. تم افتتاح عيادة للأطفال. جميل. عيادة أطفال للسكري الحمد لله عندهم بروتوكولات عالمية، وعندهم أجهزة وعندهم مضخات يمكن مش موجودة كثير يعني في مستشفيات الهيئة، بس ما شاء الله موجودة وفي دعم في هذا الموضوع. في تم توفير أيضا جهاز جديد لقياس السكر اللي يعني يوضع على الجسم من غير وقت، من دون وقت، حقق أيضا نقلة كبيرة في الخدمات. جميل. بالنسبة لمركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب، الحمد لله تم الحصول على الاعتماد الدولي للمختبر. جميل. ويعد المختبر الإخصاب من الأوائل في الحصول على الاعتماد الدولي الكندي في منطقة الشرق الأوسط بدرجة ممتازة. وتم أيضا تطوير الخدمات وطرق العلاج، وحققت نسبة نجاح للحمل، يعني إذا نظرنا إلى نسبة قد تكون من أعلى النسب عالمية بعد كذلك. نعم. النسبة العالمية أعتقد في الأربعين أو في الثلاثين إلى الخمسين. إيه.
بس الحمد لله في 2016 وصلوا هم إلى 63%. ما شاء الله. ممتاز ممتاز. أنا كنت أتصور شيء هم في الأربعينات 63%. 63 بمعدل عام يعني، فنقلة كبيرة الحمد لله. وهذا كله رب العالمين، نحن بس نحن مجرد أسباب. أدوات أو أسباب. أكيد. لكن هذا ما يمنع الاجتهاد الكبير اللي يقام في مثل هذه المراكز والجهود الكبيرة لضمان الخروج بهذه النسبة دكتور. إن شاء الله. وهناك أيضا توجه للهيئة لبناء مركز متخصص لدبي الأمراض النسائية والإخصاب إن شاء الله في حرم مستشفى لطيفة متكامل جدا. جميل. وأكيد بيضيف إضافة كبيرة أيضا للخدمات المقدمة. متى بيخلص دكتور؟ دوم يسألونه متى بيخلص المركز. أنا هنا توصيني تقول لي إذا ياك دكتور سأل متى بيخلص. لا إن شاء الله. لا هي الخطة لنهاية 2017 أو بداية 2018. والله يمكن سنة ونص. سنة ونص. سنة ونص تقريبا. يعني أعتقد زمن مقبول دكتور. إن شاء الله. بس إن شاء الله تخلصوني قبل. إن شاء الله. إن شاء الله. في عندنا مركز دبي العلاج الطبيعي الموجود في الصفا أيضا حقق نتائج طيبة في استحداث فريق متكامل التخصصات، وأيضا وجود عدد كبير أيضا من المتخصصين، وضع أيضا برنامج تدريبي مهني للعاملين هناك، وأيضا ما شاء الله هو المركز يعني في تكامل مع المجتمع. صحيح. صحيح. قام بعدد كبير أيضا من الحملات والمشاركات جداً. ركز على فئة كبار السن. صحيح. وفئة المعاقين، عملهم مجموعة من الحملات والأنشطة. في أشياء معينة من ضمنها برنامج تخفيف الوزن، مبادرة أمل وعمل. والحمد لله يعني ماشيين بشكل جيد جدا. ما شاء الله عليكم دكتور، إنجازاتكم يعني أنت اختزلت لنا إياها على السريع، ما شاء الله عليك. نحن شاكرين لك هذا التواصل. كلمة أخيرة دكتور ما خليها لك تبغي توجهها، وأيضا نحن نوعدك أن كل إنجاز من هذه الإنجازات من تناوله individual دكتورة بشكل فردي وبالتفصيل بعد معنيين. لازم. يعني كلمة أخيرة نتوجه بالشكر إن شاء الله لقيادتنا الحكيمة، ونحن إن شاء الله في الخطط المستقبلية بتكون هناك مبادرات وأهداف كبيرة إن شاء الله تعلق كبيرة في الخدمات الطبية المقدمة في هيئة الصحة بدبي. جزاك الله خير دكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة بدبي، كان يحدثنا عن مستشفيات هيئة الصحة إلى الإنجاز والتفوق، وبالفعل كان هو عام الإنجازات. صحيح. عام الاعتمادات الدولية في العديد من التخصصات العديد من المراكز. فيعطيكم ألف عافية دكتور ومشكورين، وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز، ونتمنى لكم التوفيق دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل مع موضوع شيق وموضوع خاص عن الصيدلية الإلكترونية الذكية. الصيدلية الذكية. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم من بعد الفاصل، وفقرتنا كانت شيقة قبل الفاصل مع الدكتور كلبان بخصوص إنجازات هيئة الصحة في 2016. طبعا الإنجازات متواصلة يا محمود بعد الفاصل، ورح نتكلم عن موضوع جدا شيق ووايدنا عليه أسئلة. موضوع الصيدلية الذكية. تخيلي صيدلية ذكية. الحين أنا أول سؤالي في بالي يا ربي، الحين حطونا روبوت في حق هذا، شو بيسوون الصيادلة؟ بيسوون في البيت ولا شو السالفة؟ والناس تقول هل معقول روبوت ملكي يصفي دواء غلط؟ يعني الصيدلي يشيك يعني من يصف الدواء هو يتأكد ويشرح لي، من بيشرح لي بعد صيدلية ذكية هاي؟ الحين نحن وايد أسئلة عندنا من وجهها لضيفنا في الاستوديو الدكتور علي السيد مدير خدمات الصيدلة في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير معنا دكتور. صبحك الله بالخير. حياك الله دكتور معنا في الاستوديو. طبعا احنا اليوم عندنا كم الأسئلة بنحاول نختصرها حسب الوقت اللي عندنا. طبعا هو إنجاز كبير هيئة الصحة هي الصيدلية الذكية، بس لو نعرف الناس عن هذا المشروع، عن مشروع الصيدلية الذكية، شو أهميته وشو آلية عمل هاي الصيدلية؟ ليش شو تعريف الصيدلية الذكية؟ تعريفها طبعا ان نتكلم اليوم احنا عن دواء يوصف من طبيب يجي عن طريق طبعا الدواء، ما الوصفه تجي الكترونيا، المريض ما يشوف شيء الكتروني للكمبيوتر، من الكمبيوتر الصيدلي بس يشوف الوصفه، كليك واحد، ضغط واحد، بزر واحد من على الكمبيوتر، بعد ما يتاكد من صحه الوصفه مثلا ما فيها تفاعلات ما فيها اي شيء يبعثها على الجهاز على طول، يعني بزر واحد ضغطه واحده يوصل على الجهاز اللي هو روبوت. الجهاز هو نفسه يتعرف على الادويه. الحين شو الذكاء في هذا الشيء؟
الذكاء ان الجهاز هو ياخذ الادويه زين اللي هي مثلا سريعه الاستخدام ويحطها قدام، والاشياء البطيئه اذا كان بطيئه يوديها للخلف. جميل. اوكي. وطبعا في نفس الوقت ممكن يطلع لك 12 وصفه، يعني 12 وصفه تصور في نفس الوقت في اقل من دقيقه واحده توصل للصيدلي جاهزه. الشيء الثاني في انه مثلا لو كان الدواء مثلا في علبه يعطي العلب كم علبه محتاج، اذا كان لا الدواء لا مش في علب، مثلا تلاقي مثلا تجي احيانا ابوات للمستشفى خاصه مثلا 1000 حبه في الغرشة او العلبة الواحدة، فمثلا المريض محتاج مثلا 50 أو 60 او، فالجهاز بنفسه يتعرف على هذا ويذهب الى جهاز اخر بحيث انه ياخذ الستين حبة فقط ويعطيه عبيها له في عبوة ويعطيها جاهزة. فيعني الجهاز ذكاء انه هو ما مثلا ما يخلي الصيدلي مثلا والله يقوم يبحث هل هذا الدواء في يحتاج ان انا اعبيه ولا لا، هو الجهاز نفسه هو يعبي للصيدلي فيوصل للصيدلي ادويه جاهزه سواء بالمعبأة مثلا بعدد معين من الحبوب او علب كامله، وياخذ الصيدلي جاهزه فقط عليه انه هو طبعا يتاكد من اسم المريض ويسلمها له. في هالحاله انه طبعا احنا ما في استغناء عن الصيادله، لكن احنا وفرنا الشيء يسمونه مثلا عندنا الصيدليه جزئيتين. الجلد اللي على الصيدلي له وظيفه اسمها ديستريبيوتيف وله وظيفه اسمها كلينيكال. اوكي. الديستريبيوتيف لغيناها عنه اللي هو التوزيع، يعني التوزيع لغينا عنه، فاصبح الصيدلي عنده وقت كافي لتثقيف وتعليم اوكي المرضى. فيعني هني الصيدلي ما مثل احنا بستغني عنه، لكن انا بوفر في اشياء ثانيه بستخدمها في المرضى الداخليين، تثقيفهم في تعديل اشياء مثلا برامج للاطباء او للموظفين في الهيئه او ل طبعا تثقيف مرضى معين. هذا جزء من طبعا منظومه متكامله ان هي تخلق رضا للصيدلي نفسه الموظف، رضا للعميل اللي هو المريض نفسه، زائد سعادة الطرفين، سعادة المريض وسعادة الموظف نفسه. دكتور علي طبعا مثل ما انت ذكرت هذا كله كان يسوى يدويا، كان الصيدلي لازم ياخذ الوصفة من عند الالكترونية ويروح ينش من الكرسي ويصير يجيبها، فكان فيها سبب الحلقة المفقودة في التثقيف الصحي من الصيدلاني، انه ما يكون عنده وقت يثقف المريض او يعطي شرح وافي عن مثلا الحالة العلاجية، عن اعراض الجانبية للدواء، يكون دائما على عجلة، فهذه طبعا بيزيد في سعادة المتعاملين ويوفر خدمة افضل. وطبعا في نفس الوقت ان احنا بقلل وقت انتظار المرضى، لان انت اليوم عندك انت جهاز في نفس الوقت يطلع لك 12 وصفه زين، عندك 12 منفذ في الجهاز، غير ان عندك بعد منفذ لكبار الشخصيات. جميل. يعني منفذ خاص بهم زين، فعندك يعني 12 منفذ ف يعني هي المنظومه انه مثلا ان اهم شيء عندي انا ان انا اوفر وقت المرضى، زائد أعطيهم طبعا وقت كافي للتثقيف والتعليم، لأن بعض المرضى محتاجين إلى تثقيف، لأن إلى في تخزين الدواء، في استخدام الدواء، في كيف متى استخدام وكيفية استخدام الأدوية هذه. دكتور يعني شغلة مهمة أنت تحدثت عنها هي عملية التثقيف والتوعية لدى المرضى، لكن أنا أشوف الأدوية اللي تطلع عندنا في عليها البيانات كاملة مطبوعة، كاملة مطبوعة، شو كم حبة يأخذ ومتى يأخذها وشو الساعات اللي يأخذها بالعربي وبالإنجليزي على حسب اللغة المعتمدة عند العميل. فهذه الأشياء اللي شفتها أنا موجودة عندكم في إدارة الصيدلة. صحيح. مستكر مطبوع على على الدواء نفسه. الآن الفوائد الإيجابية تحدثنا عنها بعجالة في الروبوت أو الصيدلية الذكية هذه، لكن دكتور الآن تم تطبيق هذه الصيدلية فقط في مستشفى راشد، هل بنشوفها في كل مستشفيات الهيئة ومراكزنا الصحية؟ نعم أخ محمود، هي خطة طبعا موضوعة في الهيئة معتمدة من قبل معالي رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة أحمد حميد القطامي، إن طبعا وهو أكد عليها ان نذهب الى مستشفيات اخرى، وان شاء الله احنا خطتنا في سنه 2017 لمستشفى دبي ومستشفى لطيفه ان شاء الله، وان شاء الله نتوجه بعد المستشفى حتى والمراكز الصحيه ان شاء الله. جميل. اطلقتم مؤخرا دكتور تطبيق ذكي
طبعا الناس الحين كلها مع التطبيقات الذكية على الهواتف اللي تساعد الناس أن تكون دائما على اتصال بحالاتهم الصحية والأدوية. فهالتطبيق اللي أطلقته يهدف لتعزيز ترشيد استهلاك الأدوية وضمان أفضل المحصلات الدوائية للمرضى، خاصة أن في سجل دوائي يتماشى مع أفضل المعايير العالمية وأفضل الممارسات. فلو تعطينا دكتور فكرة عامة عن هذا التطبيق. طبعا دكتور أنت عارف في المجال نفسه وعارف أن يعني قائمة الأدوية أول شيء طبعا وجود قائمة أدوية في منظمة صحية في هيئة صحية هذا الشيء طبعا شيء جيد جدا. يعني مو كل هيئة صحية يتواجد فيها هذا، بل الهيئات العالمية الصحية العالمية وانت عارف بهالشيء أن تتواجد في يجب أن يكون يتواجد فيها قائمة أدوية تخضع لها طبعا تحت بمنظومة معينة طبعا يتماشى مع الصيادلة والأطباء بحيث أنه يتم صرف الأدوية من هاي القائمة. احنا تخطينا هذا الشيء، احنا بس مو عملنا قائمة، لا احنا عملنا القائمة موجودة طبعا الأطباء عندهم في العيادات في غرف الاستشارة مالهم في القوائم، لكن احنا تخطينا هذا الشيء بحيث عملنا تطبيق ذكي بحيث أن الطبيب عنده يعني ممكن يبحث عن الدواء في التطبيق في أي مكان هو موجود، في مستشفى، في بيت، صحيح. خارج البيت، في السوق، في أي مكان، وسيد الطبيب ممكن يتم اتصال في أي مكان يتواصلون معه، فهو يكون على اتصال بالقائمة هاي بالتطبيق الذكي يبحث أن بكل سهولة يحصل على الدواء بكل سهولة، زائد يعرف قيمة الدواء بحيث أنه يساعده على اختيار دواء معين الأفضل للمريض، بحيث أن حتى ترشيد الإنفاق فيها واستخدام الدواء الصحيح والبحث عنه إذا كان متواجد وغير متواجد في الهيئة. طبعا هناك أنواع مختلفة في البحث هذا، لكن أنه يعني يساعد الطبيب أنه بحيث أنه يذهب إلى يعني الدواء الصحيح باستخدامه بهذا التطبيق، وإذا هو متواجد في أي مكان في سواء في عمله أو خارج عمله، والطبيب يعني في أي مكان هو الناس تلجأ إليه، وهذا الشيء طبعا سهل عليهم أشياء كثيرة. جميل. أيضا كان في كتاب دكتور أنتوا أصدرتوه بالأدوية مثل قاموس كامل تم إصداره من قبل إدارة الصيدلة في هذا المجال. صحيح. الكتاب هذا هو التطبيق هذا هو يعكس هذا الكتاب. جميل. الكتاب هذا متواجد في غرف الأطباء في عندنا هذا، بس التطبيق هذا عكس هو نفس الكتاب موجود في تطبيق وبشكل سهل وإلكتروني بحيث أنه يبحث عن الدواء سواء بحرف أو حرفين يكتب عنه ويطلع هذا. طبعا أنواع عندك هذا التطبيق دكتور موجود عندك؟ احنا استخدمه جدا في المجال وايد سهل، ودائما يكون التحديث ماله يكون أسهل، النسخة المطبوعة دائما تحديثها يكون أصعب، وسهل ندور على الأدوية بطريقة جدا سلسة، نشوف الأسعار مثل ما قلت، الأعراض الجانبية، الأدوية المشابهة للتفاعلات مع أدوية ثانية، فجدا مفيد التطبيق هذا محمود. يعني في بعض الأشياء والدكتور تعرف ان احنا لما نبحث ما نبحث مثلا عن بس اسم دواء، ممكن اسم العلمي، ممكن اسم التجاري. هذا واحد، يعني ممكن الطبيب يقول ناس اسم العلمي الاسم التجاري، ممكن يكون ناس اسم العلمي صح، ومو كل الاسم ثلاثة حروف منه بس. هذا واحد. ثاني شيء مثلا ممكن الطبيب يبغى يبحث يقول لك انا ابغى اعرف شو الادوية اللي تستخدم في الضغط، فبس يقول لك انت هايبرتنسيف دوز، يطلع كل الادوية اللي تستخدم في الضغط. ممكن يبحث لا عن مجموعة مثلا ديوريتكس أو AC inhibitors مثلا، يطلع عليه بس المجموعة هاي. ممتاز. ممكن يبحث عن مثلا أعراض جانبية عن شيء معين، مرض معين، يكتب مثلا بلاد شوغر، يطلع عليه الأدوية تستخدم، فيتامينز، يطلع عليه فكل شيء يطلع. فالتطبيق سهل، زائد التطبيق سوولنا أطباء أذكية بيكون تواصل بيننا احنا الحين حاليا، احنا نتواصل مع الأطباء عن طريق الإيميل مثلا، لما يكون في هناك سلامة دوائية، دواء سحب من السوق، دواء لآثار جانبية جديدة أو شيء معين، نتواصل معهم بالإيميل. حاليا التطبيق هذا هو
نقطة تواصل بيننا وبين أطباء ومن بيوصل لهم معلومات يومية مثلا بشكل شنو فيه. على طاري الأدوية دكتور، طبعا تجارة الأدوية واحدة من أكبر التجارات يعني وأخطرها عالميا للأمانة، فضرورة توفر الدواء وبكميات مهمة وتوزيعها بشكل جيد. فأنا أبغى أتكلم هنا الحين عن الأصناف الدوائية اللي موجودة في مخازن هيئة الصحة. ما أدري شو عندنا نقص أو أشياء متوفرة مو موجودة في أماكن أخرى، أو أن بالفعل هيئة الصحة عندها اكتفاء بكل الأدوية اللي موجودة على مستوى العالم. أخ محمود، طبعا الهيئة فيها حوالي يعني قائمة الأدوية فيها حوالي 1500 صنف. هيئة الصحة تعتمد الأصناف المهمة، مثلا أنا عندي مجموعة مثلا خلينا نقول مال الضغط الأيس إنهيبيتورز في السوق في العالم في 28 نوع. الهيئة ما تعتمد 28 نوع كلها، لأنه مستحيل يعني يكون عندكم مثلا مئات الآلاف. هي دائما الهيئات الصحية لكن تعتمد مثلا أفضل 4 أو 5 أنواع من هذه المعتمدة عالميا والمجربة واللي أفضلهم. بتاخذ هذا الشيء. فالهيئة عندها طبعا إذا تمشي من هالمجال كل الأصناف، زائد الهيئة في لجنة دائما على تواصل مع الأطباء ودائما تعتمد الجديد من الأصناف، الأصناف الدوائية تعتمدها. طبعا احنا حاليا يعني عندنا أجدد الأنواع الأدوية، أي شيء يدخل جديد في السوق مهم للأطباء ومحتاجين أطباء، احنا ما نبخل على المرضى، يعني الحمد لله يتم توفير لهم بأشكال مختلفة، يعني يتم توفير الدواء لهم. فما عندنا الحمد لله في من ناحية الأصناف عندنا احنا مثل ما يقول احنا updated انزين يعني في المجال العالمي. جميل. بالعكس احنا عندنا أصناف لم تعتمد حاليا حتى بالFDA، اعتمدت بالإيميا ما لم تعتمد، ما نعتمد احنا بس على FDA، احنا اعتمادنا ممكن الFDA ممكن الإيميا زين اي واحد فيهم يعتمد قبل الثاني احنا ناخذ عنه. جميل. زين دكتور، على عجاله لو تقولنا عن خدمه توصيل ادويه للمرضى، طبعا هالموضوع شيق ناس تحبه. الخدمه الحمد لله يعني مشينا فيها مجال جيد والناس يعني مرتاحين عليها. الخدمه هاي طبعا احنا بدل ما نخلي مثلا نسهل على الناس، بدل ما مثلا يجون المستشفى ويكون الوصفه مالهم موجوده، يطلب العميل المريض يطلب انه والله انا ما بجي المستشفى، وصلي الدواء للبيت. والحمد لله والله بدت توصل يعني بدت طلبات، وطلبات كثيره الى المنازل تروحنا من دبي، في دبي بعضهم خارج دبي، توصلوا خارج دبي في الشارجه وعجمان وام القيوين وراس الخيمه والفجيره، وصلوا الناس يعني وصلهم أدوية. بدل ما مثلا والله أقول أنا عندي وصفة من رأس الخيمة، والله عندي وصفة ومحتاج الدواء، ما في داعي إنه يجيني من رأس الخيمة هني، إحنا نوصله إليه زين بناء على هذا. والحمد لله يعني الفكرة كانت طبعا بداية نواة ونجحت وبدت تعطي صدى، وفي يعني نجاح جيد يعني في هالمجال، وبدأوا الناس يعني يرتاحون لهالخدمة جدا. جميل. الحين أنا المسج جايني من أبو مايد، بس هذا الظاهر كان قبل الفقر اللي قبلها، يتكلم عن يقول ليش ما في دوام المساء قسم الأشعة المقطعية في مستشفى دبي، زحمة مواعيدهم. فهذا بنقل إن شاء الله حق الدكتور أحمد بن جلبان. دكتور، في واحدة من المبادرات الجميلة اللي أنتوا قدمتوها في إدارة الصيدلة، وهي يا ربي نسيت شو سميتوا، في سميتوها اسم جميل، اللي هي يرجع الأدوية ويتم معالجتها. دكتور، دواء عطاء وسلامة. سلامة وعطاء. سلامة وعطاء. ليش سلامة وليش عطاء؟ سلامة، احنا كانت المبادرة هي طبعا هدفها ان اي واحد عنده أدوية زيادة ياخذ الأدوية يرجع علينا. شغالة ولا منتهية صلاحيتها؟ اي مو مهم، المهم هو ما يستخدمها. فائض عن احتياجاته. دائما يحصل مثلا والله الطبيب غير الدواء لمريض ما ارتاح لي، او مثلا والله واحد لا قدر الله حصل وفاء عنهم وزاد عنهم هذا، او واحد يقول لك انا ما استخدم الدواء هذا معين وخلاص وقفته واستوت زين، فكلها الى ادويه طبعا نقول له احنا نجيبها.
نشوف نقيم الأدوية بعد مقابلة المريض، إذا كان شفناها صالح الاستخدام نفصلها نعزلها، وإذا كان غير صالحة أو منتهية صلاحية نفصلها. اللي منتهية صلاحية تم إتلافها بالتعاون مع بلدية دبي، إتلاف سليم طبعا صديق للبيئة. الجزء الثاني اللي هو ما منتهية صلاحية نجمعه ونودي نعطيه طبعا الجمعيات الخيرية بالذات الهلال الأحمر، وتم توصيله، وصلنا مبالغ، وصلنا 8 مليون وبعدين 2 مليون و2 مليون، وصلنا مبالغ للناس يعني للمحتاجين عن طريق الهلال الأحمر. والحمد لله يعني الفكرة كانت طبعا ناجحة. هدفها إن بس نشرح ليش هو سلامة وليش هو وطن سلامة، لأنه يحفظ أفراد المجتمع، لأن لو عندك أنت أدوية وطايحة من الأطفال يأكلونها ممكن يأخذها الشخص نفسه عشان تخلص منها، يرميها في مثلا في الحاوية وتأثر على البيئة، أو يرميها في مثلا في السينك اللي هو في المجاري وأثر على المياه الجوفية. هذا كلها خطأ لأن مواد كيميائية هذه ممكن بعضها تنفجر على فكرة، والتخلص منها يكون بشكل ممكن مواد كيميائية في لها آثار صحيح. جانبية صحيح. الجزء هاي سلامة تحفظ المجتمع. الجزء الثاني اللي هي عطاء، لأن إحنا يتم التبرع لها الناس المحتاجين يأخذونها صحيح. فهذه تكون هي عبارة عن منظومة كاملة، سلامة وعطاء، ترفع طبعا من مستوى المجتمع نفسه، التثقيف المجتمع زائد طبعا يعني تسهل على بعض الناس اللي محتاجينه. مبادرة جميلة جدا دكتور. هذه الأدوية ممكن المستمعين اللي يسمعونه يأخذون كيس الأدوية زايد عندهم، يروحون أي مركز صحي أو أي مستشفى أي صيدلية موجودة تابعة في لهيئة الصحة، ممكن يوصلون يتبرعون بهذه الأدوية. دكتور نحن يعني أقل من دقيقة عندنا، فيمكن محور من المحاور نسينا، فنترك لك كلمة أخيرة تبغي توجهها في نصف دقيقة. طبعا انا اشكركم طبعا على المقابله هاي، وان شاء الله احنا طبعا احنا اهم شيء عندنا اليوم نتكلم عن الصيدليه الذكيه. ان شاء الله الصيدليه الذكيه هي ليست وقفه، احنا ما بحرق الاشياء الجديده، هي بدايه، لكن بتجي صيدليه بعد ذكيه واذكى ان شاء الله مستقبلا في المستقبل القريب ان شاء الله. انا ما بأتكلم عن هذا الموضوع، بس الموضوع شوي ان شاء الله ان شاء الله بتكون افضل، بس ان شاء الله بنلاقي طبعا المرضى بيشوفون الاسبوع هذا ان شاء الله تبدا تعاملهم مع هذه الصيدليه الجديده في مستشفى راشد ان شاء الله. اذا دكتور علي السيد مدير اداره الصيدله، نحن شاكرين لك هذا التواجد، وشاكرين لكم هذه الجهود المميزه في هذه الاداره المميزه اللي تسعى دائما الى تقديم الأفضل للمتعاملين مع هيئة الصحة بدبي. دكتورة وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نهاية الحلقة وصلنا، والله الحلقة مرت بسرعة اليوم يا محمود، ما شاء الله مواضيع كانت ثرية. أشكر وجودك دكتور علي السيد معانا اليوم في الاستوديو، نشكر فريق الإعداد معانا، المخرج محمد الصفار، ومعانا اليوم شيء ما في تنسيق، وزميلي محمود يوسف. وشكرا لك دكتورة ندم ولا، وحتى نلقاكم إن شاء الله في غدا مع مواضيع جديدة في برنامجكم صحة وسعادة. نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.